السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درو 3D الموقع ده مهمته ان انت بترسم حاجة سكتش بايدك، وهو يبدأ ان هو يعمل لها ريندر. يعني انت رسمت مثلا حاجة بالشكل دوت، يبدأ يعمل لها ريندر بالشكل ده. طيب حاجة مثلا زي كده، بيوت انت رسمتها يعمل لك ريندر بالشكل دوت. في انواع كتير من الريندر، يعني ممكن تعملها ريندر حقيقي او ممكن تعملها ريندر زي كده. فتلاقي في حاجات كتيرة جدا معمولة بشكل حلو. ممكن تقول له مثلا بابليك جالري، حاجة مثلا مرسومة كده، يبدأ ان هو يعمل لها ريندر. تديله اي صورة يعمل لها ريندر. طبعا في محددات كتيرة بحيث ان انت تقدر توصل للريندر اللي انت عايزه. في كتير جدا يعني. طيب خلينا نشوف الأسعار. في حدود $9 في الشهر. طيب دي برضو حاجات معمارية، هيت انت بترسم بالشكل ده ويبدأ يعمل لها ريندر بالشكل دوت.